أصدرت ماجنة تقرير الاستثمار الجريء في المملكة العربية السعودية للنصف الأول من عام 2024 برعاية SBC. انضم إلي الآن للتعرف على المحركات الرئيسية التي تدفع زخم هذا السوق الديناميكي. مرة أخرى سيطرت المملكة العربية السعودية على منظومة الاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث قيمة الاستثمار الجريء، حيث حصلت على 412 مليون دولار أمريكي من إجمالي قيمة الاستثمار الجريء في النصف الأول من عام 2024. ومن الملفت أن 32% من هذا المجموع جاءت من صفقة ضخمة واحدة بقيمة 130 مليون دولار أمريكي في سلة، وهي الصفقة الضخمة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حتى الآن هذا العام. على الرغم من أن إجمالي قيمة الاستثمار الجريء شهدت انخفاضاً طفيفاً بنسبة 7% مقارنة بالنصف الأول من عام 2023، إلا أنه من الناحية الأكثر إيجابية ارتفعت قيمة الاستثمار غير الضخم بنسبة 83%، مما يدل على مرونة وقوة منظومة الاستثمار الجريء السعودية. انخفض عدد الصفقات بنسبة 3% فقط، لكن المملكة العربية السعودية احتفظت بمكانتها باعتبارها ثاني أكثر الأسواق نشاطاً من حيث عدد الصفقات في المنطقة. ارتفعت حصة المملكة من إجمالي صفقات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من 25% في النصف الأول من عام 2023 إلى 30% في النصف الأول من عام 2024، وارتفعت مساهمتها في قيمة الاستثمار الجريء الإقليمي من 38% إلى 54% في الفترة نفسها. ومن بين الدول الخمس الأكبر من حيث قيمة الاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، شهدت المملكة العربية السعودية الانخفاض الأصغر، مما أدى إلى اتساع الفجوة مع دولة الإمارات العربية المتحدة بمقدار 21 مليون دولار أكثر من العام الماضي. لا يزال قطاع التقنية المالية هو القطاع المفضل لدى المستثمرين من حيث عدد الصفقات، في حين يتصدر قطاع التجارة الإلكترونية بيع التجزئة من حيث قيمة الاستثمار الجريء، مستحوذاً على 2 من أكبر 5 صفقات هذا العام. لا يزال نشاط المستثمرين قوياً، حيث دعم 72 مستثمر الشركات الناشئة التي تتخذ من السعودية مقراً لها في النصف الأول من هذا العام، من 62 مستثمر في النصف الأول من عام 2023. على صعيد آخر، وبالرغم من أن نشاط الاندماج والاستحواذ كان هادئاً مع صفقتين فقط في النصف الأول من هذا العام، إلا أن المملكة العربية السعودية لا تزال تحتل المرتبة الثانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث نشاط التخارج مباشرة بعد الإمارات العربية المتحدة، مما يعكس اتجاهات الإقليمية الأوسع. قم بتنزيل التقرير الشامل المتوفر باللغتين الإنجليزية والعربية للتعرف أكثر على منظومة الاستثمار الجريء السعودية والتعمق في تفاصيلها.